التسامح اللي كنا نتنقلوا التسامح في هذا الوقت هذا. نقدم له جائزة التكريم رئيس النادي مصطفى أهدار. طبعا لا يسعني بهذا المناسبة هذه إلا باش نوجه جزيل الشكر لطلبات القطب الجامعي بأيتم اللول خصوصا نادي التسامح والمواطنة على هذه الالتفاتة الكريمة إلى جانب مجموعة من الفعاليات الفنية والأكاديمية اللي طبعا كانوا حاضرين معنا في هذا الحفل التكريمي. طبعا هذا ما يمكن لنا إلا نعتز به ونضيفوا طبعا المذكرات ديالي اللي غادي يمكن نكتبها ان شاء الله مستقبلا. شكرا للجميع على هذه الالتفاته. اولا كنشكر المسؤولين على نادي التسامح على الاستضافه والتكريم، وكنشكر كذلك من المسؤولين الجامعه اللي تحوا فرص للشباب الطلبه باش يحاولوا ما امكن انهم يديروا انديه في جميع المجالات الثقافيه والرياضيه اللي يخلي انه يكون واحد النوع ديال تبادل الافكار، نوع ديال المنافسه لخلق تسامح اللي هو الهدف الاساسي بالنسبه للنادي. وكنتمنى للطلبه والشباب التوفيق ان شاء الله. انا سعيد انني نكون الى جانب مجموعه من الفنانين والاعلاميين في هذا النشاط اللي نظمه نادي المواطنه والتسامح بالقطب الجامعي لأيتم اللول. هو في الحقيقه انا لا اقول تكريم لي، ولكن تكريم المؤسسه والقطب الجامعي والناس المسؤولين عليه اللي تحمل واحد المسؤوليه كبيره، وخصوصا رئيس الجامعه السيد عمر حلي اللي كان له الدور الكبير في ان يخرج هذا القطب الجامعي الى الوجود. فاحنا مجرد متعاونين واساتذه، ولكن ناس جنود الخفاء واللي عندهم ادوار كبيره كما قلت سيد رئيس الجامعه. وبالمناسبه احيي الطلبه على هذه الحيويه وعلى هذا النشاط وعلى هذه الثقافه التسامحيه وثقافه المواطنه، ما احوجنا اليها في داخل الجامعه، والجامعة هي التي تصنع النخبة التي تؤطر المجتمع والتي تصنع التنمية في داخل المجتمع. وشكرا. غمس القطب الجامعي، غمس المدينة أيتم اللول، النادي المواطنة والتسامح يسكر النشاطات اللي هي تكريم مجموعة من الفعاليات الفنية والإعلامية. التكريمات غيغيانز المكرمين يصفرح يماد، لأنه التكريمات أرتي تعتبر كي تكريم نية المسيرة نضالية من أجل تثبيت دعائم الفن الأمازيغي المغرب. المسيرة النضالية اللي تواجه سماس العطاء من الشباب الاهتمام سماس الفن الأمازيغي عموما. يصفرح يبهرة أنه أزرغ يعري من غد الشباب المنطقة ارتهتم من سماس الابداع الفني دلسل الديناميه غمس الجامعه اللي تنتج المفكرين تنتج المبدعين. فنتمنى التوفيق للنادي دار، نتمنى التوفيق كل ما يخدم غمس انتو سناغ مازيرت. مصطفى اهدار رئيس نادي المواطنه والتسامح للتنميه الاجتماعيه والثقافيه، على رايي هذا النادي هذا النشاط هذا جا تخلي الذكرى ديال اليوم العالمي للتسامح واليوم الوطني يعني للصحافه والاعلام. هذا اليوم اللي كيحتفل به العالم كامله هو اللي كيرسل لنا ويزف لنا رساله التسامح ورساله الاخاء بين الطلبه في الوسط الجامعي. يعني قمنا بانزال هذه الفكره اللافاك يعني تعبيرا عن اخوه داخل الجامعه والتسامح داخل الجامعه لاعطاء رونق اخر وفكره اخرى على الحرم الجامعي. يعني كيفاش كيكون يعني عدم ربطه بالفكره التاريخيه اللي هي العنف، ويعني يكون هذا النشاط هذا
عبارة عن رسالة، لأن الفضاء الجامعي هو فضاء للتسامح وفضاء للسلم وفضاء للتحصيل العلمي وفضاء للثقافة الموازية. والنادي أيضا يعني قام بمباراة نسوية في الصباح، يعني قام بواحد المباراة نسوية اللي كانوا فيها لاعبات هاويات، يعني تجسيدا منهم للاعتراف بالنوع الآخر، وأن الاعتراف ديالهم بأنه جميع المهام اللي ممكن أنه يديروها الدراري أو لا الذكور فهي أيضا مخولة للنساء في إطار يعني التساوي بينهم ومساواة ومقاربة النوع. والنشاط الثاني جاء تكريما يعني مجموعة من الفعاليات الإعلامية في يومهم الوطني اللي هو اليوم الوطني للصحافة والإعلام، سي محمد بركة يعني الإعلامي اللي أعطى الجهة سوس الكثير، ثم يعني الأستاذ محمد همام اللي أعطى القطب الجامعي بأي تبلل الكثير، ثم الفنانين جنة اللي يعني أعطوا في الساحة الفنية على المستوى الوطني الكثير، يعني من 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 من, من الأفلام السينمائية ويعني من السكيتشات الكوميدية، الفنان رشيد أسلال والفنان حسن علوي. وفي الأخير كنبغوا نشكروا يعني الصحافة المحلية والوطنية على الحضور أيضا ديالها يعني لمتابعة وتغطية هذا الحدث، وشكرا.